اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام اللي بيشاهدونا في انحاء العالم على قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. النهارده مع بعض في مطبخ دريم بنعمل الشاورما. لما بنسمع كلمه شاورما بنتخض. الشاورما عايز لها 3 4 ساعات عشان نتبلها ونبدا نجهزها ونبدا نشويها على السيخ او نشويها في الصينيه وندخلها الفرن، ايا كان طريقه التسويه. ولكن من مطبخ دريم هنعمل طبق شاورما، ولكن علشان مشاهدين دريم هنعملها باللوز. يا مزاجك اللوز يا شيف، شاورما باللوز ده اللي احنا ما شفناهوش قبل كده. تعالوا مع بعض نعمل شاورما باللوز ونعملها سندوتشات مع العيش الصاج زي ما احنا حابين، مفيش مشكله، مع المقبلات بتاعتها اذا كان خيار مخلل، بطاطس مقليه، طماطم، بقدونس، از يو لايك، زي ما انتوا عايزين. تعالوا مع بعض نشوف الشاورما هنعملها ازاي مع بعض باللوز علشان مشاهدين قناه دريم. معانا صدور دجاج، معانا بصل شرايح، ومعانا كمان ما ننساش واحد كوب من زي الفل. معانا صدور دجاج وبصل شرايح ونص كوب من اللوز المقشر مع زيت مع لوز ومستكه وحبهان، وما ننساش كمان البابريكا والبقدونس والخل والملح والفلفل. دي كلها مقادير بسيطه قدام حضراتكم على الشاشه هنقولها سريعا. شاورمة الدجاج باللوز، صدور دجاج، وما ننساش طبعا بصل شرايح وواحد كوب من اللوز، وما ننساش كمان شويه زيت وحبهان ومستكه وعصير الليمون والبقدونس الناعم، وطبعا طماطم سلايس حسب الرغبه، والخبز الصاج، وكمان ما ننساش اذا حابين نقدم معاه سلايس طماطم، نقدم معاه سلطه فتوش، تبوله حسب الرغبه، ما فيش اي مشكله، دي رغبتك انت في المطبخ زي ما انت حابه. ولكن تعالوا نتكلم على اهم حاجه في الموضوع، ان احنا بنجيب صدور الدجاج من السوبر ماركت او من حبيبنا الجزار اللي موجود على الناصيه، وبنجيب صدور الدجاج بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، تكون طازه وزي الفل. طبعا انا دايما اقول شاورمه الدجاج لازم تتعمل بالدجاجه سليمه تتسحب ونستفيد بيها كلها. ولكن اذا انا عايز اعمل شاورمه دجاج في خلال 20 دقيقه وانت في المطبخ، انا هقول لك تعمليها ازاي سريعا مع بعض عشان اسهل عليكي، وخاصه لحبايبي الامهات اللي موظفات واللي بيشتغلوا واللي هم طبعا بيساعدوا ازواجهم ومعندهاش وقت تقف في المطبخ كتير. فانت على مطبخ دريم هتقدري تخش تعملي شاورما في خلال 20 دقيقه. هاخد صدور الدجاج زي ما هي كده، هتبلها. تبلها تتبيله خفيفه زي ما هي. انا معايا طاسه بتسخن على النار. شايفين صدر الدجاجه ربنا مبارك فيه ازاي حلو؟ حلال حلال، ربنا بيبارك في المال الحلال. ادي صدر الدجاجه زي الفل. حلو. هتتبله تتبيله كده سريعه والطاسه تكون بتسخن جامد معايا على النار بالشكل ده كده. حلو. التتبيله عباره عن عصير ليمون. حلو قوي. معانا معلقتين من الخل. حلو قوي. معانا كمان الله المستكه والحبان معانا هنا، هما تخليهم. وما ننساش كمان شويه بهارات حلوين، بابريكا. اوعى وشك. اهيت. حلو. شويه جنزبيل. بودر. الله، شويه كركم، تعرفين الدجاج يحب الكركم. كل ده على صدور الدجاج. معايا جوز الطيب والمستكه والحبهان نخليهم على جنب. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الشاورما سريعا. حط شويه زيت على النار في الطاسه دي كده. ركزوا معايا، الموضوع بسيط جدا وسهل. حلو قوي. هاخد صدور الدجاج دي كده بعد ما تبلتها، اعمل لها مساج كده. حلو قوي. واجي في الطاسه بتاعتي دي كده وابدا احمرها كده. دي اول مرحله. طبعا على ما تتحمر صدور الدجاج وتستوي معايا شويه ثلاث ارباع سوا هنشوف هنجهز لها ايه. حلو قوي. الصلصه دي هخليها على جنب اشرب بيها الدجاج وقت ما تنشف الصلصه بتاعتي. ولازم تغطيها، لازم تغطيها. الغرض او الهدف من تغطيه الدجاج وهو بيتحمر بالشكل ده كده، انا عايز الصلصه والبخار بتاع الصلصه بتاعتي يخش جوه الانسجه بتاعت الدجاج. فانا هسيبها متغطيه كده لمده ايه 10 دقائق تقريبا او 5 دقائق لغايه لما نشوف شكلها اتغير. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنبدا في طاسه ثانيه على النار نجهز شويه حاجات حلوين مع بعض. ايه هي؟ احنا مع بعض معايا معايا طبعا اللوز، ومعايا المستكه، ومعايا الحبهان، ومعايا بصل، ومعايا توم، ومعايا خلاط
نبدا نضيف له الحاجات هنا كده مع بعض. ادي اللوز بتاعنا بتقشر وجاهز. حلو. معاه شويه عصير ليمون. معاه معلقتين من الخل. يبقى لوز، عصير ليمون، معلقتين من الخل، ده كله معاه. معانا كمان توم. الله. حلو قوي. البهارات بتاعتنا برضو نفس الموضوع، سنه بابريكا كده يعني الرص معلقه عشان تبقى سبايسي شويه، شويه جنزبيل بودر. دي شقاوه مطبخ. خش المطبخ في 20 دقيقه تكوني طلعتي احلى طبق شاورما. شويه كركم زي الفل يا عم الشيف، وشويه فلفل اسود مع الملح بتاعنا المظبوط. طبعا احنا عارفين الملح ده هو اللي بيظبط الايه المسائل كلها. كل ده طبعا مع اللوز في قلب الخلاط مع بعض، لوز وبابريكا وعصير ليمون وخل وفلفل اسود وكل ده مع بعضه، وهنضربهم في الخلاط كده. وعايز مزيج من اللوز. ايه نظامك انت بالظبط؟ حلو كده تمام. يلا اتكل. الكهرباء ايه؟ انت لازم تشتغل بالعافيه بالرضا تشتغل. ايه ده يا استاذ عبد اللطيف مش عايز اشتغل ليه؟ بسم الله. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما هو مش عايز بس ده لازم يشتغل، بس احنا ممكن نحل المشكله ديت وانا ايه مش لازم الخلاط عادي. حلو الكلام. هناخد الطاسه بتاعتنا ونحط فيها معلقه زيت صغيره. ممكن تواجهنا المشكله دي عادي. معلقه الزيت الصغيره دي بحط فيها المستكه والحبهان واشم ريحه المستكه كده. حلو. طيب شويه الحبهان كده مع المستكه، شايفين الجو ده كده اهوت. خليها كده على النار، بتقول ان خليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الكهرباء، المشكله في الكهرباء. ماشي خلاص عادي خالص. احنا هنعمل حركه لطيفه قوي على فكره هتعجبكم. ايه هي؟ هاخد اللي انا عملته ده كده في الطاسه على النار. هو المفروض عشان يبقى الشغل يطلع مظبوط ان انا اطحن كل الصلصه دي مع بعضها، يبقى عندي مزيج له قوام. انزل بيه على المستكه والحبهان بالشكل ده كده. الله، شفت الجو ده كده؟ هو ده. حلو الكلام. طيب بعد كده بخليهم على النار. اما اللوز ما تكسرش معايا، انا هكسره كده بحاجه لطيفه قوي. ايه هي كده؟ وانا واقف كده اهوت عشان نبقى واضحين. ممكن ان احنا نكسر اللوز كده اهو بس يستوي شويه. ابدا اكسر اللوز، انا عايز اطحنه بس شويه عشان بجهز خلطه من صدور الدجاج دي كده اهو زي الفل. الله، هو ده الشغل. بسم الله. اللهم صل على النبي. اغطيها تاني. هي الفكره كلها باخد صدور الدجاج بعد ما بتستوي تماما بسكينه حاميه بقطعها شرايح. باخد الشرايح دي بعد تقطيعها ابدا اسويها تاني مع صلصه اللوز اللي عندنا دي. بعد ما بتستوي تماما بجهزها، عايز اعملها سندوتشات، اقدمها مع بطاطس مقليه، اقدمها مع مايونيز، توميه، حسب الرغبه. هنخليها كده تستوي شويه وانا عايز اهرس اللوز ده كده شويه. حلو. فتعالوا مع بعض كده ايه نقطع بصله شرايح مع بعض. كده حبينا بالبصل طبعا لان الشاورما لازم يا نعم.
نحط البصل كده عليها زي الفل. انا بحط البصل مع الصلصه بتاعتي اللي انا عملتها دي كده، مع شويه زيت كمان صغيرين. الله، حلو قوي. تمام، واقلب كل ده مع بعضه. هي الفكرة كلها عايز اللوز احمصه كويس، وبعد ما احمصه انا هرسه، مفيش اي مشكلة. اذا واجهتك المشكلة دي في مطبخك، وارد الكهرباء تقطع، وارد ان ممكن الخلاط يبوظ معاكي زي ما حصل معايا دلوقتي، مفيش مشاكل خالص. احنا مش عايزين نقف مكتوفين اليد، احنا بنتفرج على الشيف المغازي. ادي البصل مع اللوز زي الفل كده. اخبار الدجاج هنا ايه؟ الله، اللهم صل على النبي. اهو شايفين دي الشاورما بتاعتي البسيطة. حلو قوي التحميره دي كده كلها مع بعضيها، وابدا اجهز الخبز بتاعي اللي انا هبدا الفه فيه الشاورما. اخبار يا نعم داليا، مدام داليا ازيك؟ الحمد لله كويس. طفله جميله يا دانيا، ازيك؟ الحمد لله كويسه. ازيك يا عسل؟ الحمد لله كويسه. انا عندي 11 سنه وبحب الطبخ جدا. بتحب تقف في المطبخ؟ اه، بحب اطبخ جدا، ودايما بعمل الشاورما اللي حضرتك بتعملها ونفس الخلطات وكده. انا النهارده بعمل لك شاورما باللوز يا دانيا، ايه رايك؟ شكرا. حاجه جديده ماما ممكن تعملها لك في وقت قليل جدا. انا بحب حاجه اسمها اكل وبحب اطبخ جدا. بتقولي يا ست الكل؟ ايه؟ قولي تاني يا دانيا، ما سمعتكيش. انا بحب الطبخ وكده يعني. كويس، برافو عليكي. في سنه كام؟ انا داخله 6 ابتدائي. برافو عليكي. طيب انا بعمل لك النهارده شاورمه اللوز، وهعملها لك سندوتشات. ماشي، اوكي، شكرا. حلو، ايه رايك؟ تحفه. هتشوفها مع بعض، هنشوفها مع بعض دلوقتي عشان ماما تعملها لك بطريقه سهله خالص وبسيطه. ماشي، اوكي. ماشي يا جميل، شكرا. شكرا يا دانيا. حلو، هناخد الخيار بتاعنا والطماطم والبقدونس اللي هنبدا طبعا نقدمه مع الشاورما بتاعتنا. نعناع اخضر بالشكل ده كده، والمايونيز، كل ده مع الشاورما بتاعتنا. حلو، البصل ده اتحمر طبعا، عايزه بعد ما يتحمر انا. حلو قوي، هنخليه على جنب كده. ده خلاص مش مشكله يا ابو حميد، ربنا يخليك لي يا رب. طيب تعال ناخد الخبز ده كده. اوعى، الله، هو ده. ادي الشاورما بتاعتنا عشان دانيا تعملها النهارده. باخد صدور الدجاج بالشكل ده كده، ركزوا معايا. باخد شويه البهريز اللي نزلوا من الدجاج، بنزل بهم على البصل. الله، شقاوه دي، ده شغل شقاوه. حلو الكلام، واخليهم على جنب. خلي كده الطاسه دي على جنب لغايه لما نشوف هنشتغل ازاي. هاخد صدور الدجاج اللي قطعتها دي كده، او اللي انا شويتها، ابدا اقطعها بالسكينه كده، سكينه حاميه. هي دي الفكرة، احنا عايزين نوصل الفكرة للسادة المشاهدين، ازاي تعملي شاورما في وقت قليل جدا وسريعة وبسيطة وسهلة. وانا الهدف من اللوز، احنا دخلنا في المدارس دلوقتي، كل سنة وانتم طيبين، عندنا اولاد في المدارس، ربنا يا رب يوفقهم جميعا. فاللوز بيساعد على ان يكون ذكاء الطالب قوي جدا، لانها غنية جدا باوميجا 3، واوميجا 3 بتغذي العقل، واحنا عايزين يكون عقلنا 100 100. فازاي طبق الشاورما بتاعي اللي انا بعمله يكون فيه صلصه اللوز وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه عاليه، بما ان الطفل بيكون جعان بياكل سندوتش وممكن ياخد القيمه الغذائيه اللي هو بيحتاج لها الجسم. ادي صدور الدجاج بالشكل ده كده زي الفل. حلو، بعد ما اقطع الدجاج كله كده، شايفين الشكل الجميل الحلو ده كده، اخد الدجاج ده كده وانزل بيه على البصله اللي انا حمرتها مع صلصة اللوز والمستكة والحبهان. الله على مزاجك يا شيف. حلو قوي.
هنظبط المسائل كده ونجهز بعضينا علشان نعمل شويه سندوتشات حلوين نبدا نقدمها زي ما هي كده مع التوميه بتاعتنا ومع المايونيز حسب الرغبه اللي حبيبها مع الكاتشب مفيش اي مشكله. اهم حاجه ننظف كده مكان ما اشتغلنا علشان نعمل شويه سندوتشات لاولادنا وهم رايحين المدارس. حلو الكلام، حلو الكلام. ادي الخبز بتاعنا الجميل الحلو، حلو قوي. الله، حد يقول لي دي استوت يا عم الشيف؟ اقول لك استوت وعلى مسؤوليتي طبعا. شفتوا الطريقه اللي انا سويت بيها الدجاج؟ يبقى رقم واحد اخد صدور الدجاج اتبلها تتبيله خفيفه اللي هي عباره عن عصير ليمون، معلقتين من الخل، شويه بهارات. بعد كده احطها على الجريلا تتشوى كويس وتتحمر بالشكل اللي شفناه حضراتكم مع بعض. حلو. يكون عندي طاسه ثانيه فيها نقطتين من الزيت او معلقه زيت صغيره، بحمر المستكه مع الحبهان مع جوزة الطيب. اللوز المفروض ان انا اطحنه خشن شويه معايا علشان اوزعه في الساندوتش. بعد كده اقطع بصل شرايح معاها، كل ده يتحمر على النار، يكون البصله اتحمرت مع اللوز مع المستكه والحبهان كل ده. اخد صدور الدجاج اقطعها زي ما شفتها حضراتكم كده مع بعض، وابدا اعيد تسويتها تاني مع الخلطه اللي انا عملتها، واسيبها على النار تستوي بالشكل الجميل الحلو ده كده. اهو هي هنا بتتشوي زي الفل. حلو. الله، دي طريقه سريعه جدا لعمل الشاورما. حابين نقدم معاها بقى سلايس طماطم، توميه، المايونيز، الكاتشب، حسب ما احنا عايزين. وفكره ان انا احط لوز تاني مع الشاورما بتاعتي علشان تكون قيمتها الغذائيه عاليه، وطبعا الاطفال الحلوين محتاجين ليها. انا عندي هنا الخبزه بتاعتي، ابدا هنا اعمل سندوتش سريعا كده مع بعض. حابب ان انا اعمله واحمره هنا. حلو. هناخد كده شوية شاورما، ده سندوتش بندفع فيه مبلغ وقد كده لما بنشتريه من بره. شوف هنعمله ازاي بطريقة سريعة وبسيطة وسهلة. يا سلام على الشاورما باللوز، الله يسلمك. استوى ولا ما استواش كده؟ ايه رأيك؟ زي الفل؟ تمام. عندي حابب معاه خيار مخلل زي الفل يا كبير. اهو ادي الخيار زي الفل اهو. عندي كمان طماطم، اوه قرن فلفل حار عينيه اهو، حبيبه بالفلفل عينيه يا كبير. هلفها كده، اوعى وشك، الله كده كمان، الله اكبر. واخدها كده زي ما هي بنقطتين من الزيت، ركزوا معايا اهوت، مش حرمينكم من حاجه. هنحمر التحميره ديت، والتحميره دي مهمه جدا أهوت. بس لازم تكون سخنه شويه اهو. حلو. واخد السندوتش بتاعي، الله اكبر، وانزل بيه هنا كده كمان واحد. واحد ده لمين؟ الاستاذ عبد اللطيف حبيبنا الكبير. قالوا الكلام؟ اهو الكلام ده هتعمليه في خلال 20 دقيقة. يعني شغل التلفزيون حاجة واللي احنا بنشوفه دلوقتي، ولكن لو وقفت في المطبخ مع نفسك كده وتفكري في موضوع يهمك، وعايز اقول لكم حاجة حلوة بصراحة، يعني في موضوع شغلك، في مشكلة مش قادرة تحليها، موضوع أسري عايزة تفكري فيه بمزاج، خش المطبخ اعملي أكلة بمزاج، وخلي قدام عينيكي الأكلة اللي بتعمليها والموضوع اللي بتفكري فيه. بجد هتطلعي بحل المشكلة اللي أنت فيها ديت بطريقة سهلة وبسيطة. ليه يا عم الشيب بتقول النظرية ديت؟ لأن يعني أنت في المطبخ ما بتفكريش في أي حاجة خالص، بعكس ما بتقعدي طبعا بيشغلك قناة دريم طبعا وتشوفيها موضوع أيا كان الأطفال في المطبخ، ولكن لما بتكوني في المطبخ هوية الأكلة والنار والموضوع اللي شاغل راسك. حلو. يعني أنا مثلا بحب أفكر أهوت، شفت إزاي؟ ممكن أي موضوع وأنا شغال كده بمزاج زي الفل، الأكلة هتطلع معايا زي الفل. عينيا، حاضر، تحط صلصة عليها، عيوني يا غالي أهو، وده جنب أخوك كده زي الفل، وأضغط عليه كده بإيديا. الله، حلو، حلو أوي. نغرف دول كده في طبق بقى جانبي. الله، الله على طبق، طبق الشاورما ده، اللهم صل على النبي. هي بس المشكلة هنا إن اللوز كنا عايزين نكسره شوية، ولكن طالما أنا حطيته سليم مفيش أي مشكلة، وارد إن أنا أكله كده مش هيقول لأ طالما أنا حمصته في الطاسة من قبل. حلو الكلام؟ آدي الشاورما بتاعتي، أبدأ أحط معاها شوية الخيار المخلل. طبعًا شاورما يعني خيار مخلل،
شاورما يعني توميه. عيوني يا غالي. حاضر. ده استوى. وادي التوميه بتاعتي زي الفل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شويه بطاطس مقليه مفيش مشكله. ايوه حاضر. شايفين الطبق ده كده؟ عندي النعناع الاخضر الجميل الحلو ده كده، بحطه هنا. الله اكبر. هل سلايز ليمون اللي حابب، فلفل الحار ده كده. الله اكبر. نحط ده كده زي الفل، ونشيل البلانشه بتاعتنا دي كده عشان الصوره تطلع حلوه، ونحط ده هنا كده لحضراتكم. اللهم صل على النبي. ونشوف السندوتشات بتاعتنا اخبارها ايه. هو ده الكلام. نبدا من هنا، نبدا من هنا. اوعى وشك. الفلفل ده مش عايزه. تعالى يا عم الفلفل. حلو. تمام. نخلي دي كده على جنب. وتعالوا نشوف السندوتشات دي هنقدمها ازاي. بسم الله. الله اكبر. تعالى يا عمي. الميزه اللي بتعملها في السندوتش ده، الاولاد لما بيخرجوا بيشوفوا السندوتشات دي بره، فطبعا بيشتهوها، يقول لك يا ماما عايزين سندوتشات زي اللي موجوده بره. انت تجيب الخبزه اللي موجوده عندنا، خبز الصاج او خبز المرجوج بيسموه، وده مشهور جدا، وما يعني بصوا في اي دلوقتي في اي مكان في اي مدينه هنلاقيه متوفر دلوقتي. الاخوه السوريين بصراحه مش مخلينا عايزين حاجه، الخبز ده منتشر وهم طبعا اللي بداوا بيه. بنجيبه طبعا، ده خبز المرجوج او خبز الصاج او خبز البر، ده له كذا اسم طبعا احنا عارفينه، في الاردن وفي فلسطين بيسموه خبز الشراك. بنجيبه بنحط فيه الحشوه اللي احنا عايزينها، اذا كان دجاج، اذا كان لحم، اذا كان عايزه تعملي اي لبنه، زعتر، مفيش اي مشكله، وبتلفها في نفس اللقمه دي بنسميها لفلوفه. ناخد الخبزه دي كده، الله اكبر، زي الفل. ونحط دي هنا كمان. يا سلام يا سلام، اشتهيتك يا شاورما. حلو قوي. نمسك كده ونقطع الايه؟ الشاورما مع بعض. اللهم صل على النبي. ولا كلمة، ولا كلمة. يلا. حبيبي. وده نفس الموضوع. اوعى وشك. ادي الشاورما بتاعتي بطريقة سهلة وبسيطة زي الفل. خلي دول هنا كده، الله أكبر، ونحطه هنا جنب أخوه. ايه المشكله لو معايا شويه بقدونس حلوين يكونوا مغسلين، والبقدونس مفيد جدا، اقدر ان انا اكله زي ما هو كده، زي الجرجير بالظبط، مش هيقول لا. عنده طماطم زي دي كده اهو، حاجات دي لما بتتقدم مع طبق الشاورما، بس اهم حاجه تكون مغسوله ونظيفه حلوه، بتخلينا ناكل وتفتح نفسنا على الاكل كمان. حلو الكلام. زي الفل. عملت انا نوعين من الشاورما، سندوتشات. شوف كام مخلل؟ الله، عشان ما حدش يزعل مننا. حلو قوي، الف هنا. الطبق ده يخلص على طول ويطلع لفوق حبايبي. صباح الرضا. يلا عيوني. شفنا مع بعض النهارده حضراتكم، معلش بنعتذر، يمكن حصل مشكله دروب في خلاط ولا حاجه، ولكن زي الفل. حصل ان انا قدرت ان انا اوصل معلومه لكل الساده المشاهدين اللي بيشوفوني على القناه الام دريم، ازاي في وقت قليل جدا اعمل طبق شاورما، اللي احنا بنترعب لما نسمع نقول لجوزك عايز اكل شاورما، او ولادك يقولوا عايزين ناكل شاورما يا ماما، بنقول لي مفيش وقت. لا، انت خد صدور الدجاج جيبها من الثلاجه. اقول سريعا كده مع بعض، هنتبلها بعصير ليمون، شويه زيت، شويه خل، شويه بهارات اللي هي عباره عن ملح وفلفل وشويه بابريكا. تبلها شويه، ممكن تتبلها وتحطها في الثلاجه مفيش مشكله. تسخن طاسه على النار تبداي تحمريها. اهم حاجه هنا في الموضوع تغطيها. ليه الغطا؟ لان الغطا بيكسب نص الوقت في التسويه. لما بتغطيها بتلاقي البخار، ويمكن بإزاز كمان، الغطا يكون إزاز عشان تشوف الجو والعشق بتاع البخار مع الدجاج. هيطلع البخار مع الدجاج، الأنسجة من جوه هتستوي بسرعة، وبعد كده بتشيل الغطا نقلبها من وقت للتاني. بنكون مجهزين طاسة تانية، معايا فصين من المستكة، شوية حبهان، شوية جوزة الطيب. ما بنحمرهم على النار، بننزل ببصلة متقطعة جوانح، بيكون الخلاط عندنا شغال، بنضرب معاه اللوز مع عصير الليمون تاني مع شوية خل وشوية بهارات، وبنضربهم في الخلاط كويس يكونوا ناعمين خشنين، بننزل بيهم على الطشة الجميلة الحلوة اللي هي طشة الشاورما، عبارة عن مستكة وحبهان ولوز، ونحطهم على النار ونبدأ ننزل مع الشاورما تاني بعد ما نقطعها شرايح ونغرفها سندوتشات أو نغرفها طبق حسب ما حضراتكم بتحبوا، مفيش أي مشكلة. أهم حاجة أولادك ترضيهم إزاي علشان ما يعتمدوش ومش دايما ياكلوا أكل من بره. ليه؟ بقدر الإمكان وأنا مع الطفل بره أو مع أولادي بره، اشوف هما بيحبوا ايه، واللي هما بيحبوه انا اقول له بتحب ده يا حبيبي؟ اه.
اروح البيت اركز ازاي اعمل له الحاجه احسن ما هو شافها، دي رقم واحد، واطعم ما هو اكلها، يبقى انا اركز على المنظر لان الطفل بيعجبه الشكل، وبعد كده افكر في الطعم، وانت اكيد طبعا عشان بتحب اولادك هتعمل الطعم والشكل احلى من كده مفيش. على قناة دريم القناة الأم في الوطن العربي، وفي وقت قليل جدا خليك تخش المطبخ تعملي أكلة بطريقة سهلة وبسيطة مع الشيف المغازي.